الحين سنذهب الآن إن شاء الله إلى قرية تسميها قلوة. نيمساريا قلوة. قلوة نيمساريا. نيمساريا. خارج كسومو شوية. خارج كسومو في دولة كينيا. تقريبا 50 كيلو. رنجا أريا. رنجا. رنجا. مكان بالضبط. طيب هذا المسلمين أو غير مسلمين؟ غير مسلمين. غير مسلمين. الله المستعان. لكن كالعادة بعضهم يعني يحبون الدين. الحمد لله. ونريد أن نلقيهم بعض يعني كلمات. الله يسلمك. ونعرفهم الإسلام. أيوة. ربما ربنا يعني يرشدهم إلى الدين إن شاء الله. الله كريم. الله يكرمنا يا رب. ومعنا يعني شيخ البلد. هذا شيخ البلد؟ أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله أنا. ما شاء الله ما شاء الله. هذا الزعيم القرية يعني؟ أيوة. وهو كذلك أسلم. ها قريبا. أيوة قريبا. ما شاء الله. تقريبا 5 سنوات. يقدي ثاني. تنيس. 10 سنوات. خليه يجتهد يجتهد في طلب العلم وتعليم الناس. حتى الآن بعد العمل يذهب إلى مدرسة. ها ما شاء الله. الله يوفقنا وياه. آمين إن شاء